يعني لجان هادية جدا، فاحنا بنطالب ان الناس كلها تنزل علشان تنتخب حد يقدر يمثلنا في مجلس الشعب فعلا. يعني انا مش شايف حد جديد، حتى الجديد ما اعرفش عنه حاجة. يعني ما فيش سبيل مثلا عن كل مرشح مثلا بيقول ده كذا او كذا او كذا، ما فيش خالص. يعني انا داخل انتخب حاجة وحتى القايمة كمان كاتب لي القوائم، لكن مين اللي موجود في القوائم؟ مين هم؟ بيعملوا ايه؟ صفتهم ايه؟ معرفش، وبالتالي بنتخب اي حاجه. يعني انت حضرتك فعلا انتخبت؟ اهو انتخبت حضرتك، وادي اهو بتاع العلامه اهي، انتخبت. سيسي مش هيعمل حاجه لوحده، لازم كلنا نبقى معاه عشان العمليه تنجح. وربنا تمام. مع الف مصر شكر لحضرتك، شكرا جزيلا. ربنا يخليك، باي باي. عبد الرحيم قال هو بس عشان الست عندها احساس استشعار الخطر اكتر من الراجل. تمام والله. فيمكن ده بيخليها يعني تحس اكتر باللي ممكن يجي. يعني لغايه الساعه 4 العصر حضرتك شايف نسبه الاقبال 10 15%؟ اه ما تتراوح بين 10 ل 15. لا المؤتمر المنصور قاعد ساعه يواجه الناس. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام. مين اللي بيقدر يوجه الباشا؟ لا المؤتمر المنصور. المؤتمر المنصور قاعد ساعه هنا يواجه الناس، وبعدين اعتدى على المستشاره واعتدى على جوه اللجنه. ما بص مش عارف انت حضرتك مش لاقي لجنه تنتخب فيها؟ اه قالوا لي انت اتحولت هنا في القوميه، جيت القوميه ثلاث لجان جوه اهو، بيقول لك لا مش موجود عندنا. هتزيد الاعداد ان شاء الله، هتزيد الاعداد ان شاء الله، هتزيد الاعداد ان شاء الله. قول لي انت المرشح اللي اخترته ليه بالظبط؟ والله انا اخترت الراجل اللي هو بيقدر يساعد اهل منطقتي وشباب المنطقه عندنا، والاستاذ محمود المصري راجل محترم، عمل مشاريع خيريه كتيره، عمل مستشفى وعمل وحدات سكنيه لشباب باسعار رمزيه، وبيساعد في الجواز وجهاد الناس والمريض وحاجات حلوه. يعني الشباب غصب عنه، لان الشباب غصب عنه، لان الشباب لو لاقي بيمشي في الحلال، فالحكومه لما بنيجي نعمل حاجه حلال بتمنعها. شباب غير راضي، لان برضه معلش حضرتك الشباب معلش دلوقتي انا عندي شباب يقولوا له انت عملت يعني عملوا لنا ايه؟ مين عمل لنا ايه؟ انا ما رحتش الانتخابات، معترض على الانتخابات، ان ما فيش فيهم واحد مثقف. واحد في مين؟ في المرشحين كله يا عم، ده فيهم ناس معاهم دبلونات، ايه اللي معاه دبلون ده يعمل ايه؟